أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحصة ديال اليوم غادي نكملوا عرض محتويات ديال ملفات الأخوات الحاضرين معنا. وقبل إن شاء الله ما نشوفوا عرض هذه المحتويات ديال ملفات ديالهم، غادي نبداو بتذكير الدروس السابقة. زهرة، يمكن لك تذكرني بالعنوان ديال الدرس الأول؟ مؤسساتنا الدستورية. مزيان، جيد، هذا هو العنوان ديالنا الأول وغادي نكتبوه الآن على الشاشة ديالنا. اللي هو هذا. مزيان، تفضلي فاطمة أعطينا العنوان ديال الدرس الثاني. الجهوية المتقدمة. أحسنتي، تبارك الله عليك، وغادي نكتبوه كذلك على الشاشة ديالنا. وغادي نمشيو عند حسنية تعطينا العنوان ديال الدرس الثالث والأخير اللي شفناه في هذه الأسابيع الثلاثة الأخيرة. تفضلي حسنية. السلطة القضائية. جيد، تبارك الله عليك حسنية، وغادي نكتبو على الشاشة ديالنا كما كنشوفو. إذا كما قلتو سبق لينا شفنا ثلاثة مواضيع، وغادي نقول الآن لخديجة تقرأ لنا هذه المواضيع وهذه العناوين مكتوبة على الشاشة. تفضلي خديجة. مؤسساتنا الدستورية، الجهوية المتقدمة، السلطة القضائية. تبارك الله عليكم، إذا هذو هما المواضيع ديالنا، وإن شاء الله بطبيعة الحال غادي نبداو بالموضوع الأول اللي هو مؤسساتنا الدستورية. غادي نشوفوا الان المحتويات ديال الملفات ديالكم، وغادي نبداو ان شاء الله عند زهره. زهره، وجدتي لنا شي حاجه في هذا الموضوع؟ نعم استاذ، نجد لك واحد البطاقه. اييه، اذا كما كتشوفوا معايا البطاقه اللي جابتها لنا زهره، وغادي نضعوها الان على الشاشه. تبع معايا على الشاشه، هذه هي البطاقه ديالك زهره؟ نعم. يلا، علاش وقع الاختيار ديالك على هذه البطاقه؟ وقول لنا اشنو هو المضمون ديالها؟ أنا دي كتهضر على مؤسسة دستورية اللي فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. مزيان، تبارك الله عليك. إذا كما قالت لنا زهرة، هذه المؤسسة هي أيضا هي مؤسسة دستورية، بحال كما قلنا على مؤسسة تشريعية والمؤسسة التنفيذية والسلطة القضائية، هذه أيضا واحد مؤسسة أسسها لنا الدستور باش تحمي لنا الحقوق ديال الإنسان، وكذلك الدفع على كرامة المواطن. تبارك الله عليك، نشكرك بزاف على هذه البطاقة ديالك. ودابا نشوفوا فاطمة. فاطمة، وجدتي لنا شي حاجة في هذا الموضوع؟ عندي مجموع من الصور، وغادي نعطيك منهم هاد الجوج اللي هذه كيهضروا على واخا واخا نوريهم للصديقات ديالك في الاستديو. هادو هما البطاقات والصور اللي جابتهم لنا فاطمة، وغادي نعرضوهم الآن على الشاشة. غادي نعرضوا الصورة الأولى اللي هي هذه. هذه هي فاطمة الصورة ديالك؟ ها هي هذه. إذا قولي لنا شنو هو المضمون ديالها؟ تفضلي فاطمة. الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. من الرشوة. يعني هذه المؤسسة هي اللي كتنظم لنا هذه الحملات التحسيسية والتوعية لمحاربة الرشوة. يعني هذه الحملات اللي عطيتيني في هذه البطاقة الثانية. اللي في هذه البطاقة الثانية واللي غنشوفوها الآن على الشاشة، البطاقة الثانية. اللي هي هذه، تفضلي فاطمة. كينظموا لنا هاد الحملات التحسيسية اللي كنلقاوهم في الشوارع معلقين هاد اللافتات، وكنلقاوهم حتى في الإدارات اللي كيقولوا وياك من الرشوة. يعني الرشوة مصيبة، شي حاجة خطيرة، راه كيعاقب عليها القانون. جيد، تبارك الله عليك. إذا هاد الآفة، الآفة ديال الرشوة، كنتمناو أنها تحيد في جميع المجتمعات، لأنها ما كتخليش العمل ديال الإدارة ديالنا ولا أي عمل يتمشى كما خصو يتمشى. وبالتالي خصنا نعرفوا بأن هذه الرشوة كما قالت لنا فاطمة كيعاقب عليها القانون، ماشي هذا القانون فقط، حتى الدين ديالنا كيقول بأن الراشي والمرتشي والرائشي كيكون بيناتهم راه حتى هو ملعون في الدين ديالنا. وبالتالي كنتمناو أن الناس يقلعوا على هذا السلوك المشين بطبيعة الحال. وبطبيعة الحال كما شفنا الآن مع فاطمة أن كاين مؤسسة دستورية اللي كتشتغل في هذا المجال. شكرا، كنشكرك بزاف فاطمة على هذه المؤسسة اللي جبتينا لها، هي مؤسسة دستورية. نشوفوا حسنية واش وجدت لنا شي حاجة في هذا الموضوع؟ نعم أستاذ. تفضلي حسنية، شوفي، نشوف الملف ديالك. واحد الصورة. واخا. إذا هذه هي البطاقة اللي جابت لنا حسنية. كما كتشوفوا معايا الأخوات ديالي الحاضرات. وغادي نعرضوها الآن على الشاشة، تبعوا معايا على الشاشة. هذه هي البطاقة ديالك؟ نعم أستاذ. يلا قولي لنا شنو هو المضمون ديالها، تفضلي. تا هي مؤسسة من مؤسسة الدستور. تتعلق بمجلس الجالية. الجالية المغربية اللي بالخارج. تتعلق بواحد المجموعة ديال الجالية اللي بالخارج. جيد، بمعنى خوتنا اللي كاينين في الخارج. خارج. بمعنى هذا أن حتى الدستور ديال 2011
ما نساش خوتنا اللي كاينين في الخارج، وبالتالي دار لهم واحد مؤسسه، هاد مؤسسه دستوريه اللي كتراعي لهم، اللي كتراعي المصالح ديالهم، وكذلك دائما كتفكرهم بالعلاقه ديالهم بالوطن، ودائما كما كنقولوا دائما كتحتفظ بهم على هذيك الهويه الوطنيه. مفهومة؟ ثم حاجة أخرى، أن سيدنا الله ينصره في أغلبية الخطابات ديالو دائما كيوجه الخطابات ديالو لهاد الناس، وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على الرعاية الكبيرة والسامية ديال صاحب جلال الله ينصره لخوتنا للساكنين في الخارج. إذا شكرا، كنشكرك بزاف على هذه المؤسسة، فعلا هذه هي مؤسسة دستورية. نشوفوا خديجة واش وجدت لنا شي حاجة في هذا الموضوع. نعم استاذ، وجدت لك هاد اللافته درتهم لك في هاد الورقه. ايوا واخا هي جبتهم هنايا في هاد البطاقه. في هاد البطاقه. جيد، تبارك الله عليك. اذا هادو كما كتشوفوا معايا عندنا مجموعه من الصور اللي وجدتهم لنا خديجه، وغادي نوضعهم الان على الشاشه. تبقى معايا على الشاشه. اذا هادو هما الصور ديالك خديجه. نعم. يلا يمكن لك تقولي لنا علاش وقع الاختيار ديالك على هاد الصور، تفضلي. جبت لك هاد المؤسسات، ثلاثة المؤسسات الدستورية اللي كتختلف على المؤسسات اللي جابوا لك الأخوات. مؤسسة رابط المملكة الأولى والثانية المجلس. لا، هذيك مؤسسة كنقول لها مؤسسة وسيط المملكة. مؤسسة الوسيط المملكة. وسيط المملكة. ثانية. الصورة الثانية. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. والبحث العلمي، جيد تبارك الله عليك. الثالثة الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري. السمعي والبصري، جيد تبارك الله عليك. إذا كما كتشوفوا معايا، كنشكرك بزاف على هذه المؤسسات الدستورية اللي جبتي لنا خديجة. هذه مؤسسات أخرى اللي نص عليها الدستور. المؤسسة الأولى هي مؤسسة وسيط المملكة، هذه المؤسسة كتشوف العلاقة بين المواطن والعلاقة ديالو بين الإدارات. ثم المؤسسة الثانية من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هذه المؤسسة كتشوف المسائل المتعلقة بالوليدات ديالنا من ناحية البحث العلمي، من ناحية الثقافة، من ناحية العلوم، من ناحية مجموعة ديال هذه المسائل اللي كتدخل في هذا الشأن. ثم الأخرى اللي كتعلق بطبيعة الحال بحرية الصحافة وكل مسائل متعلقة بالصحافة، سواء كانت هذه السمعية ولا بصرية. كنشكرك بزاف على هذه المؤسسات الدستورية اللي جبتي لنا خديجة. إذا بقات شي حاجة باقي في هذا الموضوع ولا ندوز الموضوع الثاني؟ واخا ندوز إن شاء الله الموضوع الثاني. شكون غادي تذكرني بالعنوان ديال الدرس الثاني؟ نشوفوا زهرة. الجهوية المتقدمة. الجهوية المتقدمة، تبارك الله عليك. وجدتي لنا شي حاجة في هذا الموضوع سهرة؟ نعم أستاذ. واخا، شوف الملف ديالك. جبت لك هذه البطاقة. واخا، مزيان. إذا كما كتشوفوا معايا في البطاقة ديال الزميلة ديالكم فيها مجموعة من النصوص، وغادي نكتبوها الآن ووضعوها على الشاشة. تبعوا معايا على الشاشة. إذا هذه هي البطاقة ديالك سهرة؟ نعم. يلا تفضلي، أشناهو أش كاين في هذا البطاقة؟ علاش جبتي لنا هاد النصوص؟ هي جميع ديال النصوص اللي كتهضر على الدستور. اللي كتهضر على الدستور ولا على الجهه المتقدمه؟ اللي كتهضر على الجهويه المتقدمه. اللي كتهضر على الجهويه المتقدمه، تبارك الله عليك. كنشكرك بزاف على هاد البطاقه ديالك. كما كتشوفوا معايا على الشاشه ان هاد البطاقه فيها مجموعه من النصوص. هاد النصوص اللي دارها الدستور باش ياسس لهاد الجهويه المتقدمه. وعرفنا الجهويه المتقدمه بان خص كل جهه تسير نفسها بنفسها، بمعنى ما كتبقاش مرهونه ما يسمى بالمركزيه. مفهومه؟ اذا غادي نشوفوا مع المقطع الاول. جاء في الفصل الاول من دستور المملكه المغربيه ان التنظيم الترابي للمملكه تنظيم لا مركزي، بمعنى ما بقاش جميع الجهات في المملكه تابعه المركزيه، بمعنى تابعة العاصمه، ولا دابا كل جهويه كما قلت كتسير الامور ديالها بنفسها، ويقوم وهذا بطبيعة الحال يقوم على الجهوية المتقدمة. ثم عندنا ينص الفصل 163 من الدستور على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبدأ التدبير الحر، بمعنى أن كل جهة هي حرة باش تسير الأمور ديالها، ولكن فين كتدخل المركزية هنا؟ المركزية كما كنشوفوا في هذا النص 136، المركزية كتدخل الوقت فاش كتصرف هذيك الجهويه المسائل ديالها وكتدبر الامور ديالها. المركزيه ولات ديك الساعه كتراقب، كتشوف كدير المراقبه الاعمال ديال الجهه، وفي الاخر كدير لها المحاسبه،
كتحسبها ولكن في إطار بطبيعة الحال في إطار القانون. ثم نشوف المقطع الآخر، إن طبيعة العلاقة بناء على ما سبق ينبغي أن تستند على مبدأ التعاون والتكامل والاحترام المتبادل، بمعنى أن الجهات عندنا في بلادنا ماشي كل جهة تكون منغلقة بنفسها، بمعنى كل جهة بوحدها، لا، خصنا الجهات ديالنا يكونوا متعاونين بيناتهم، الجهة الفقيرة كتهون الجهة الغنية اللي فيها ثروات اقتصادية وفيها موارد اقتصادية كثيرة، هذه كتضم وكتضامن وكتعاون الجهات الأخرى، وهكذا حتى يكون عندنا التوازن بين كل الجهات، لأن الهدف الأسمى في الأخير هو تقدم ديال بلادنا. كنشكرك بزاف على هذه النصوص اللي كتهضر على هذه الجهوية المتقدمة، وفايتنا في الحصة السابقة تكلمنا بما فيه الكفاية على هذا الموضوع وفيه ما يتقال، ولهذا كنقول لكم وكذلك الأخوات ديالنا المشاهدين ديالنا والمشاهدات ديالنا بأنهم يمكن لهم يلتجؤوا إلى أقرب مسجد فيه المؤطرات والمؤطرين لكي يديروا الحصص ديال المراجعة والدعم للبرنامج التلفزيوني ديال أقرأ وأتعلم، وهنا غادي يلقاو المؤطرين باش يساعدوهم في هذا المجال. تبارك الله عليك زهرة، كنشكرك بزاف على هذه النصوص الدستورية. وغادي نمشيو الآن عند فاطمة، الموضوع الثالث. فاطمة شكون هو؟ هو السلطة القضائية. هو السلطة القضائية، تبارك الله عليك. واش تينا شي حاجة في هذا الموضوع؟ نعم الأستاذ، أنا مازال عندي جبت هذه اللافتة اللي كتهضر على العدالة. واخا نوريوها للأخوات ديالك داخل الأستوديو، ودابا غادي نعرضوها على الشاشة، تبقى معي على الشاشة ديالنا. هذه هي البطاقة ديالك فاطمة؟ نعم الأستاذ. يلا تكلميني لها شوية على هذه البطاقة. يعني اللي عنده شي اللي كنقول أنا على هذه البطاقة اللي عطات لي تعطاته شي المسؤولية يكون قد بها، يكون يعرف أنه يعطي الحق لأماليه ويحكم بالعدل وما يغش وما يظلمش. خاصة اسمح لي، خاصة في الجانب ديال القضاء. خاصة الله يحسن عوانهم راه والله إلا الله يحسن عوانهم، راهم كيبغيو يحكموا بالعدل، كيخافوا أنهم يظلموا. هذا ما كان يعني ما خصهمش يظلموا، اللي واخا يجي عندهم شي واحد بوحديته يعني ما يحكموش حتى يكونوا الطرفين بجوج، يعني داك الشيء. تبارك الله عليك. ولهذا اللي خصنا نعرفوه بأن السلطة القضائية ديالنا هي سلطة مستقلة. السلطة مستقلة عن جميع السلطات الأخرى، بمعنى أن القاضي لا غيصدر الحكم، ما بقاش كيتسنى الأمر من شي واحد ولا غيتأثر عليه شي واحد، القاضي غادي يصدر الحكم بناء على النازلة اللي كاينة قدامه وبناء على الوثائق والحجج اللي كاينين قدامه، ما يمكنش باقي تأثر عليه حتى شي واحد. ولهذا كنشكرك بزاف على هذه البطاقة ديالك، كما كنشوفوا فيها عندها مجموعة من المعاني ومجموعة من الدلالات. غادي نقرا هذه البطاقة. إن أعظم عمل إنساني هو رد العدالة لمن فقدها، ثم أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب، ثم إذا اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة، ثم إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تقضي له حتى يأتيك خصمه فلعله قد فقئت عيناه. فما بمعنى كما قالت لنا فاطمة، ما يمكنش القاضي يحكم على واحد طرف واحد جاه، خص يكونوا بالأطراف بجوج وياخذ الحجاج، كل طرف عنده الحجاج ديالو، بمعنى خص يسمع لهم بجوج. ثم حاجة الأخيرة، كل الفضائل تتلخص في التعامل بعدالة. إذا اش كتشوفوا في هذه العبارات؟ نشوف فاطمة بغات تقول لي شي حاجة. فاطمة يعني السطر الأول راه كيهضر على أن أعظم حاجة يديرها بنادم هو ملي كيرد الحق لأماليه، ملي كيعطي كيعطيه العادل، يعني كيعطيه الحق ديالو وكيحكم بلا الظلم جيد، تبارك الله عليك، أحسنتي فاطمة. نشوفوا زهرة إلا غاتقول لنا شي حاجة. تفضلي زهرة. كان في السطر الثاني تيقول أدي الأمانة والخيانة فاجتنب. يعني خصك تدي ديك الامانه اللي داروا فيه، يعني الثقه وداك الشيء باش يحكم على سميتو، والخيانه وسميتو خصو يجتنب منها. جيد، يعني اي واحد منا، اي واحد، يعني ماشي ضروري يكون. تبارك الله عليك زهره. نشوفوا خديجه الى عندها شي اضافه، الى عندك شي خديجه شي اضافه على شي جمله وشي معنى في هذه الجمل اللي عندنا في الشاشه.
إذا اختفى العدل وما بقتش قيمة عند الإنسان، هذيك حتى هي جملة زوينة، هذيك عجبتني. جيد. هذيك جملة مزيانة، زعما إذا اختفى العدل ما كيبقاش الإنسان عنده قيمة ولو كيكون عايش زعما في الأرض. جيد، تبارك الله عليك. نشوفوا فاطمة، آخر تدخل فاطمة، لأن الوقت ديال الحلقة ما غاديش يسمح لنا. وصاير نهضر على هذا السطر اللي كيقول أن اللي كيكون يعني الجاه القاضي اللي كيجي شي واحد كيبكي عليه ولا عينه تحيدات كاع، يعني ما كيحكمش بالعاطفه كيحكم بالعقل. يعني يجي يمكن الاخر حتى هو يكون كاع بلا عينين، هذاك راه جاي عين اللي مشات ليه، يمكن الاخر اللي ما حاضرش يكونوا عينين بجوج ما كاينين. صحيح. لذا خصهم يكونوا بجوج وكيتحكم بالعدل بيناتهم. جيد، تبارك الله عليكم، كنشكركم بزاف على هذا المجهود ديالكم. فعلا اليوم تعرفنا على مجموعه من المؤسسات الدستوريه في بلادنا، تعرفنا كذلك على النصوص اللي جابتهم لنا زهرة اللي كيتكلموا على الجهويه المتقدمه، وتعرفنا على معاني عظيمه وعظيمه جدا اللي جابت لنا فاطمه. كنشكركم بزاف على المجهودات ديالكم، وكذلك كنشكر المشاهدات ديالنا والمشاهدين ديالنا اللي يتبعوا معنا هذه الحلقه، وكنتمنى كذلك حتى هما يمكن يوجدوا هذه المسائل وكنت قريبه من هذا الشيء اللي يوجدوا لنا الحاضره معنا في الاستوديو. ولهذا كنقول لهم يمكن لكم تمشي وأقرب مسجد في حصص مراجعة والدعم، وغتلقاو المؤطرين والمؤطرات اللي غادي يساعدوكم في هذا المجال. وبهذا أخواتي إخواني وصلنا لنهاية الحصة ديال مادة القراءة والكتابة، وغادي نخليكم الآن مع مادة القرآن الكريم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديالنا اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح جوج الواجبات كنت كلفتكم بهم في الحلقة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا نجزتوهم. نشوفوا واش استطاعوا الحاضرات يصوبوا الواجبات اللي كلفتهم بهم. مزيان، بارك الله عليك. جيد، مزيان. شوف خديجة. نعم، مزيان. نعم، إذا تبارك الله عليكم استفدتم من داك الشرح ديال المعاني اللي كنا درنا في الحلقة الفايتة، وحتى الخطة ديالكم تبارك الله عليكم بدا كيتحسن. إذا الآن غادي نبداو حنا أستاذ المشاهدين والمشاهدات باش نصححوا الواجبات اللي عندنا في البداية ديال هذه الحلقة. إذا هذا الواجب الأول، تفضلي تفضلي زهرة، قولي لنا شنو كان المطلوب منكم؟ مطلوب منا عندنا الآيات، غنديروا كل معنى قدام الآية اللي تناسبها. تبارك الله عليك، يلا قري لنا الآية الأولى وقولي لنا المعنى اللي كيناسبها. الذين يكذبون بيوم الدين. نعم. الذين يكذبون بيوم الحساب والجزاء. تبارك الله عليك، هي اللي غنكتبوها في المعنى اللي قبلت الآية اللي قرات لنا زهرة. جيد، يلا تفضلي فاطمة. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب. ما كسبوا من الذنوب. تبارك الله عليك، إذا غادي نكتبوها قبلت الآية اللي كتناسبها. جيد، يلا حسنية تفضلي. ثم إنهم لصالوا الجحيم إنهم لداخلون نار جهنم. إنهم لداخلوا نار جهنم. نار جهنم، مزيان، غادي نكتبوها قبلت الآية ديالها. مزيان، إذا هذا الواجب الأول. غادي ندوزو حنا والسادة المشاهدين والمشاهدات الواجب الثاني، انتبهوا معايا. إذا هذا الواجب الثاني، شنو كان المطلوب منكم خديجة في هذا الواجب؟ كان مطلوب منا نرتبوا الآيات بحال اللي جات في المصحف. تبارك الله عليك، يلا خديجة، تقرأي لنا الآية الأولى. قال الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. تبارك الله عليك، إذا هي الآية الأولى، غادي نكتبوها في المكان ديالها، مزيان، وهي الآية 10 من سورة المطففين. زهرة، الآية التي تليها. الذين يكذبون بيوم الدين. نعم، إذا هي الآية اللي من بعد منها. تفضلي فاطمة.
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. به معتد. معتد أثيم. معتد أثيم. قاعدة. يلا. معتد أثيم. نعم. إذن هي الآية التي تليها. مزيان. تفضلي حسنية. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أساطير. نفس خطأ اللي دارت فاطمة عاودتي. أساطير الأولين. كاينة الهمزة تما؟ أساطير الأولين. أساطير الأولين. نعم. يلا. إذا غادي نكتبوها في المكان ديالها. جيد. إذا تبارك الله عليكم، كون بديتوا كتحفظوا هذا الجزء من هذه السورة الكريمة. إذا الآن من بعد ما أنجزنا هذ الجوج ديال الواجبات، غادي ندوزوا باش غادي نقراوا القراءة الصحيحة ديال واحد العبارة جاتنا في هذا الجزء من هذه السورة الكريمة. انتبهوا معايا للشاشة. هذه العبارة هي على قلوبهم، على قلوبهم، على قلوبهم. عاود يا زهرة. على قلوبهم. نعم. عاود يا خديجة. على قلوبهم. جيد. انتبهوا معايا للشاشة. هذا الجدول غادي يعاوننا على طريقة ديال النطق السليم لهذه العبارة هذه. في الخانة الأولى عندنا الطريقة اللي كتكتب بها في المصحف المحمدي. كما كتلاحظوا في الميم الأول ديال قلوبهم ما عندوش السكون. ياك فاطمة ما كتلاحظوش كاين السكون تما. إذا ما كاينش السكون. كنقراوها على قلوبهم. وهكا كتكتب في المصحف. في الطريقة ديال الكتابة العادية كيف ما كتلاحظوا على قلوبهم ما. ولكن الطريقة ديال النطق هي اللي خصكم تركزوا عليها. على قلوبهم، على قلوبهم، على قلوبهم. عاود يا فاطمة. على قلوبهم. جيد. غادي تدوزوا معايا الآن الآية. انتبهوا معايا الآية. تفضلي حسنية قري لنا الآية. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون. نعم. إذن كيف ما كتلاحظوا غادي نركزوا في هذه الآية على على قلوبهم. شنو هو الحرف اللي ملون باللون الأحمر زهراء؟ حرف الميم. حرف الميم. مزيان. وقلنا قبل قليل ما عندوش السكون. ما عندوش السكون. والحرف اللي من بعد منه شنو من حرف؟ حتى هو حرف الميم. ولكن عنده؟ عنده الشدة والالف. والشدة والفتحة. الشدة والفتحة. حنا غير في حرف الميم. مزيان. إذا فين كيكونوا عندنا جوج الحروف بحال بحال. مثلا عندنا حرف الميم في الكلمة الأولى والحرف ديال الميم الثاني في الكلمة الثانية. كندخلوا خصو يكون ساكن طبعا كيف ما قلت لكم في حلقة فايتة. كندخلوا الحرف الميم الأول في الميم الثاني كندغموه فيه وكيعطينا الحرف الثاني مشددا فكنقراوه على قلوبهم بحيث كنقراو غير حرف ميم واحد اللي هو الثاني في مشى الحرف ديال الميم الأول ضغمناه في الميم الثاني وعطانا الحرف الميم الثاني مشددا فكنقراوه على قلوبهم وكيتسمى هذا إدغام التماثل إدغام المتماثلين. متماثلين يعني متشابهين من حيث عندنا الحرف ديال الميم في الكلمة الأولى هو نفسه في البداية ديال الكلمة الثانية. إذا من بعد ما قرينا جميع هاد عرفنا نقراو القراءة الصحيحة ديال هاد العبارة على قلوبهم غادي ندوز الآن وغادي نطلب من حسنية باش تقرا لي الجزء الأول من هاد الجزء اللي كنشتغلوا عليه اليوم من سورة المطففين. يلا تفضلي حسنية. ويل يومئذ. تبي يا حسنية عيدي وانتبه. يلا عودي. ويل يوم. ويل يومئذ. ويل يوم. انتبهي. عودي اقرأها لنا فاطمة. ركزي مزيان. حسنية ركزي مزيان. ويل يومئذ. نعم عودي. ويل يومئذ. ويل يومئذ. ويل يومئذ. نعم يلا. ويل يومئذ للمكذبين. ركزي الذين دائما الذال نقيه ذال. مكذبين. عاوديها. مكذبين. يلا. الذين يكذبون بيوم الدين
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل عد. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. بارك الله عليك. تابعي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. تبين صلحت لك قبيلة في التمرين. أساطير الأولين. قرأي عاودي قرأيها لنا زهرة. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. بارك الله عليك. يلا عاودي حسنية. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. تبارك الله عليك حسنية. انتقلوا لخديجة. كملينا القراءة خديجة. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. تبارك الله عليك يا خديجة. إذا الآن من بعد ما قرينا جميع هذا الجزء من سورة المطففين غادي ندوزوا باش غادي نجزوا حنا والساده المشاهدين والمشاهدات واحد التمرين اللي عندنا في الكتاب المقرر في الجزء المخصص لمادة القرآن الكريم في الحلقة 75. إذن غادي تركزوا معايا كاملين باش نحاولوا نجزوا هذا التمرين حنا والساده المشاهدين والمشاهدات. إذن عندنا الجمل. أؤمنوا بيوم الدين الذي يحاسب فيه الناس يطبع على قلبي ولو استغفرت من ذنوبي أعمل صالحا رجاء النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. عندنا جوج ديال الخانات، الخانة ديال النعم والخانة ديال لا. نطلب منكم ومن السادة المشاهدين والمشاهدات ونوضعوا العلامة ديال في كيف ما العادة في الخانة المناسبة. يلا فاطمة تفضلي قرأي لنا الجملة الأولى وقولي لنا فين غادي نوضعوا العلامة. أؤمن بيوم عيدي. أؤمن بيوم نعم. بيوم الذي بيومي بيوم الذي بيومي ركزي مزيان ديني بيوم الدين الذي يحاسب فيه الناس. صحيح نعم أم لا؟ نعم. إذا نوضعوا العلامة في نعم. علاش فاطمة؟ خصني نأمن بأن هذاك النهار كاين اللي هو يوم القيامة هو يوم الدين. جيد. يلا تفضلي حسنية قرأي الجملة الثانية. يطبع على قلبي نعم ولو استغفرت ولو استغفرت من ذنوبي فين غادي نديروا العلامه؟ نديروا فلا جيد. تبارك الله عليك. ممكن تقولي لنا علاش؟ ما خصنيش نطبع على قلبي الذنوب. لا استغفر. اذا استغفرنا شكون ممكن يقول لي علاش فاطمه؟ ان الا استغفرت للذنوب ديالي ربي ما غاديش يطبع على قلبي. تبارك الله عليك حسن جدا. لانه فين الانسان كيستغفر الله عز وجل كيمسح له الذنوب ديالو. جيد. يلا ندوزو الجمله الثالثه. تفضلي خديجه. اعمل صالحا رجاء نظري الى وجهه الكريم يوم القيامه. نعم صحيح ام خطا؟ نعم اذا غادي نديروها في نعم. جيد. اذا من حسنات الانسان غدا يوم القيامه خديجه انه يعمل الصالحات باش نشوفوا وجه الله سبحانه وتعالى. تبارك الله عليك. جيد. اذا الان كيبان لي تبارك الله عليكم راكم فهمتوا المعاني اللي جات في سوره المطففين وخاصه في هذا الجزء اللي كنشتغلوا عليه. اذا الان من بعد ما نجزنا حنا والساده المشاهدين والمشاهدات هذا التمرين غادي ندوز وغادي نطلب من فاطمه باش تظهر لي الجزء الاول من هذا الجزء اللي خدمنا عليه من سوره المطففين. يلا تفضلي فاطمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون.
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم عيدي كتاب مرقوم كتاب لا انتبهي تاء غير مثلثة غير معجمة يلا كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين تبارك الله عليك فاطمة نخليو الزهرة تكمل لنا الاستظهار ديال هذا الجزء هذا تفضلي زهرة ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون تبارك الله عليك زهرة تبارك الله عليكم كاملين احنا استطعنا باش نقراو هذا الجزء الاول من سورة المطففين قريناه وفهمناه وحفظناه ونتمنى اننا نطبقوا المعاني ديالو في الحياة ديالنا اليومية في الحلقة القادمة ان شاء الله غادي ندوزو للجزء الموالي من هذه السورة الكريمة إذن في نهاية الحصة ديال مادة القرآن الكريم غادي نودعكم ونخليكم مع مادة الحساب دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحاضرات أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حصة هذا اليوم من مادة الحساب غادي نتعرفوا فيها على مجال جديد اللي غادي تكتسبوا فيه معارف ومهارات مرتبطة بالأشكال الهندسية باش تضفوها في حياتكم اليومية وكنتمنى أن المشاهدات والمشاهدين يتبعوا معنا هذه الحلقة اللي غادي نطلقوا فيها إن شاء الله من واحد المشهد اللي غادي يبان أمامنا على الشاشة إذا تبعوا جميع هذا المشهد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بغيت نفوش الصالون ديال الدار بغيت شي أثاث مزيان كل شيء عندنا مزيان غتلقى عندنا جودة جميع الأشكال شنو خاصك لالا بغيت شي زربية تكون طويلة والصالون شحال فيه مترو؟ عندي فيه 6 متر على 4 خاصك زرابية مستطيلة عجبوني هاد الطابلات المضوية اللي عندك بغيت منهم شي جوج مرحبا لالا واش خاصك اخر؟ خاصني طرية مربعة وثلاثة صغار مثلثين انت يا لالا اش كيلاتي عندنا؟ عزلي منهم اللي بغيتي عجبتني هادي جمع لي الحساب وصل لي الاثاث لهاد العنوان الله يخليك مرحبا لك مرحبا اذا بعد ما تبعتوا معنا هذا المشهد غادي نسالكم شكون هما الاشخاص اللي دار بيناتهم هذا الحوار تفضلي فاطمه بائع الاثاث والزبونه ديالو جيد بائع الاثاث والزبونه وشنو شرات هاد الزبونه تفضلي زربيه طويله زربية طويلة نعم. إذا هذه الزربية واش الطول ديالها قد العرض ديالها؟ لا لا إذا طول عندها
الطول عندها كبر اكثر من العرض. جيد، اذا الطول اكبر من العرض وكنسميوها زربيه مستطيله. جيد، اذا شنو شرات اخر؟ شرات جوج طوابل. جيد، اذا شرات جوج موائد او جوج طوابل، كي داير الشكل ديالهم فاطمه؟ دايرين ومسدودين من الوسط. جيد، اذا شرات جوج طوابل الشكل ديالهم دائري. على شكل دائره. اذا شنو شرات اخر حسنيه؟ شرات تريه كبيره مربعه وشرات ثلاثه تريات صغار مثلثين. جيد، تريه مربعه بمعنى على شكل مربع وثلاثه ديال التريات صغار كيشبهوا الشكل ديال المثلث. جيد، اذا هاد الزبونه شرات في الاول زربيه اللي هي على شكل مستطيل، على شكل مستطيل بمعنى الطول ديالها اكبر من العرض ديالها، وشرات كذلك جوج طوابل الشكل ديالهم دائري بمعنى مدورين على شكل دائره، والشكل ديال الدائره تظهر امامنا على الشاشه، وشرات كذلك ترية مربعة بمعنى على شكل مربع، والمربع هو هذا شكل عنده الطول ديالو قد العرض ديالو، ظهر أمامنا كذلك على الشاشة. وشرات ثلاثة ديال التريات صغار مثلثين بمعنى على شكل مثلث، ولا كيشبهوا الشكل المثلث، والمثلث هو هذا الشكل اللي كيتكون من ثلاثة ديال الأضلاع واللي ظهر أمامنا كذلك على الشاشة. إذا نبدأ أولا بالمستطيل. إذا مستطيل، والمستطيل هو شكل هندسي طوله أكبر من عرضه. أعيد، إذا المستطيل هو شكل هندسي طوله أكبر من عرضه. كيف كتلاحظوا الطول عنده أكبر من العرض. إذا باش تحفظوا هذا التعريف غادي تفضل وحده منكم وتعاودوا لنا. تفضلي زهرة. المستطيل شكل هندسي طوله أكبر من عرضه. المستطيل شكله شكل هندسي طوله أكبر من عرضه. جيد، أحسنتي. وندوزو نشوفو التعريف ديال المربع. إذا مربع، والمربع هو شكل هندسي له أربعة أضلاع متقايسة أو متساوية، بمعنى الأضلاع ديالو بأربعة متقادين قد الطول قد العرض. أعيد، المربع شكل هندسي له أربعة أضلاع متساوية. تفضلي خديجة عاودي لنا هذا التعريف. المربع شكل هندسي له أربع أضلاع متساوية. تبارك الله عليك. ندوزو للشكل الثالث اللي هو الدائرة. إذا الدائرة هو خط دائري مغلق. إذا الدائرة هي عبارة على واحد الخط مدور ومسدود مغلق. الدائرة هي خط دائري مغلق. تفضلي الحسنية. الدائرة هي خط دائري مغلق. مغلق، أحسنتي. إذا ندوزو الشكل الرابع اللي معنا في الدرس ديال اليوم هو المثلث. مثلث، إذا المثلث هو شكل هندسي له ثلاثة أضلاع، هو شكل هندسي يتكون من ثلاثة أضلاع. تفضلي فاطمة. المثلث شكل الهندسي يتكون من ثلاثة أضلاع. جيد، إذا هذه الخطوط اللي كتكونها المثلث كل واحد منها كيتسمى ضلع ثلاثة أضلاع. تبارك الله عليكم. الآن بعد ما تعرفنا على هذه الأربعة ديال الأشكال الهندسية اللي هي المستطيل والمربع والدائرة والمثلث، غادي ندوزو باش نهزو جميع هذا التمرين اللي ظهر أمامنا على الشاشة. إذا المطلوب منكم في هذا التمرين هو أنكم تصلوا كل شكل من الأشكال الهندسية بالاسم ديالو. عندنا في الأول مربع، دائرة، مستطيل، مثلث. إذا الشكل الأول اللي على يمين الشاشة، إذا باش من تسمية من هاد التسميات غادي نصيلوه؟ تفضلي حسنية. دائرة، غنصيلها بالدائرة. جيد، إذا الشكل الأول هو دائرة وغادي نصيلوه بالتسمية ديالو وبالاسم ديالو دائرة. جيد، وندوزو للشكل الهندسي الثاني. تفضلي خديجة، باش من اسم باش غادي نصيلو هاد الشكل؟ غنصيلو باسم مربع. مربع، إذا هذا الشكل هو مربع وغادي نصيلوه بالاسم ديالو اللي هو مربع. وندوزو للشكل الثالث. تفضلي زهرة. عندنا المثلث، غنصيلوه بالمثلث. جيد، غنصيلوه بالاسم الآخر عندنا هنايا هو مثلث. أحسنتي زهرة. وندوزو لآخر شكل اللي عندنا في أسفل الشاشة، وتفضل فاطمة تصيلو لنا بالاسم ديالو. اسم ديالو مستطيل. جيد، إذن هذا الشكل هو طوله أكبر من عرض كما شفنا في التعريف، غادي نصيلو بالتسمية ديالو اللي هي المستطيل. إذن تبارك الله عليكم.
إذن هكذا كنا تعرفنا في حلقة اليوم على أربعة ديال الأشكال الهندسية اللي هي فاطمة. الشكل الأول هو مربع. جيد. المربع. الشكل الثاني زهرة. دائرة. جيد زهرة. والشكل الثالث اللي تعرفنا عليه في حلقة اليوم خديجة. مثلث. المثلث. وبقى لنا آخر شكل تذكرنا به حسنية. مستطيل. مستطيل. جيد. وعرفنا التعريفات ديال كل هذه الأشكال الهندسية. وفي الحلقات المقبلة بحول الله مازال غادي نتوسعوا في هذه الأشكال ونعرفوا عليها معلومات أخرى ونخدموا فيها إن شاء الله تمارين. إذن حلقتنا لهذا اليوم وصلت نهايتها. قبل ما نودعكم غادي نكلفكم بواحد الواجب منزلي اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. إذا الواجب هو هذا. إذن عندنا تعاريف هندسية. عندنا ثلاثة ديال التعاريف. المطلوب منكم أنكم تقرأوا هذه التعاريف وتوضعوا العلامة في الخانة ديال صحيح أو خطأ. إذا كان التعريف مطابق لذاك الشيء اللي قرينا اليوم غادي توضعوا العلامة في خانة صحيح، وإذا كان التعريف خاطئ غادي توضعوا العلامة في الخانة ديال خطأ. كنتمنى أن المشاهدات والمشاهدين كذلك يقوموا بإنجاز هذا الواجب اللي غادي نصحوا إن شاء الله في بداية الحلقة المقبلة. إذن مبقى لي إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.